السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا عبر بي إن سبورتس الإخبارية في خطر. نحييكم ونرحب بكم في هذه التغطية الخاصة التي سنتابع فيها آخر التطورات في نادي برشلونة، والتي تتعلق بمسألة سحب الثقة من رئيسه جوزيف ماريا بارتوميو. سيكون معنا في هذه التغطية إن شاء الله هشام جدران المحلل الفني لقنوات بي إن سبورتس. مساء الخير، أهلا بك معنا هشام. أخي جيد، مساء الخير ومرحبا. كما ينضم الينا من برشلونه مراسل قنوات بن عياد. مساء الخير اشرف، اهلا بك معنا. ما هي اخر الاخبار لديك هناك؟ مرحبا بك جياد، ايضا بضيفك الكريم. الخبر الاخير هو ان جوزيف ماريا بارتوميو، هذا الرجل يعرف ما الذي يفعل ام هي نهايه بارتوميو، اليس كذلك عندما تصل الامور الى حد الاستقاله؟ تقريبا هناك من لا كاسا دي لوس ليروس الاسبانيه فوضى عارمه داخل منزل برشلونه. هناك نقطتين اساسيتين للخروج من هذه الازمه، إما تأجيل انتخابات إلى وقت لاحق أو استقالة الجماعية الآن في هذا الوقت الحساس جدا، لأن كما أقول الحبل يلف رقبة بارتوميو يوما على يوم ويخلق أيضا، ولكن أنا تظل تعطل كثيرا في اتخاذ القرار، وإذا لم يتخذ القرار بالاستقالة فسيؤدي ثمنا غاليا، وهذا سيكون سببا في لان ليس لا في مصلحتي ولا في مصلحه برشلونه صراحه في عدم اتخاذ هذا القرار الذي تعطل كثيرا، والاجواء غير صحيه ابدا. هناك ابتعاد بين الرئيس واللاعبين والمسؤولين والمعارضين، والان لان جائحه كورونا ايضا كانت سببا كبيرا وفي تعطيل هذا القرار. لو لم تكن الجائحه صراحه جائحه كورونا كان بامكان ان يكون استقاله وكان رحيله وكان يكون قبل بكثير، ويكون القرار الاسوأ الصائب بالنسبه للجميع. بدات طبعا جهود سحب الثقه من هذا الرجل منذ عام 2017 ولم تنجح، لماذا قد تنجح الان؟ لا تنجح، انا اقول لك يوم على يوم نرى بان الامور تمر في وقت صعب للغايه، والفريق في انحطاط في انهزام. قلت لك عندما تسحب الثقه من الجميع ويفقد الثقه بين المنظومه الكرويه داخل برشلونه، واحنا نعرف الان الامور لا تمر ولا تمشي بالطريقه الصحيحه، لان الامور الان وصلت الى ما لا يحمد عقباه. واذا دخلنا الحكومه القطريه التي اعطت الضوء الاخضر الانتخابات والتصويت، وهذا يدل على ان كل واحد يريد ان يتخلص من الاخر، الامر عويص كبير وخطير جدا. طيب اشرف، كما قلت بارتوميو برر استقالته بالحفاظ على صحته. لحظة، لكن الضغوط كبيرة وكبيرة عليه، واجه بأكثر من مرة هذه الأزمات، سنرى كيف سيحل هذا الموضوع. كل هذا يأتي جهاد في ظل أزمة رياضية أيضا يعيشها برشلونة، إقدامي على تقديم الاستقالة رفقة إدارته خلال الأيام القليلة المقبلة. طيب المطالبون الإجراءات لحد الآن يريدون التريث، يريدون رؤية ردة فعل برشلونة، ردة فعل الحكومة الكتالونية، لكنهم يطالبون بضرورة إقامة هذا التصويت. تسير نحو سحب الثقة من بارتوميو، برأيك ما الذي قصرت فيه هذه الإدارة هشام؟ أوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه الآن؟ ونعرف يعني تعاقدت مع لاعبين كبار، تعاقدت مع مدربين كبار. أنا صراحة إلى أن أتكلم رياضيا أنا لست ضد السياسة الأخيرة، لأن لازم نعطيو لذي حق حقا. أنا أتكلم على أمور رياضية مؤخرا، نعرف بعد الهزيمة الثقيلة التي فعلا كان سببا كبيرا في هذا الضجيج الكثير الذي وقع داخل الكيان الكتالوني، الهزيمة النكراء أمام باير 8-2، فارتأت الإدارة إلى تغيير جلد وتغيير لاعبين وتغيير فكر كروي بتعاقد مع مدرب كومان. دائما الفريق الكتالوني يعتمد على السياسة الهولندية في ستايل والسيستم، تغيير جلد الفريق بجلب لاعبين صغار السن لرؤية واضحة للمستقبل. هناك نقطتين رياضيتين أنا أختلف كثيرا، لأن فريق البرشلونة عندما يفتقد لاماسيا والتعاقد مع لاعبين صغار خارج برشلونة وخارج لاماسيا هذا مشكل كبير.
ثانيا انا تفاجات كثيرا عندما اتي عندما اتى كومان ويغير فلسفه ستايل والسيستم من 4 3 3 او 3 4 3 الى 4 2 3 1. فهنا نرى بان هناك تغيير جذري لا في المفهوم في التكتيك ولا مفهوم حتى في ستايل. وهذا من بين الامور اللي الان انا ما عرفتش لماذا غير برشلونه من المفهوم. حتى الان تتحدث عن برشلونه من الناحيه الفنيه من حق كومان ان يفرض فلسفته، لكن المشكله في برشلونه بدات قبل ذلك بكثير. وهذا هو الصعب، لان كمدرب اقول لك من صعب ايجاد جو جميل ولكي يعمل في هدوء واطمئنان، لان ليس بسهل تغيير الكل في وقت واحد، لان الان نعرف ان جاء في وقت صعب، في وقت هناك ضجيج كبير، في هناك مشاكل اداريه التي تتخبط والتي تؤثر سلبا صراحه على 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 الاداره وعلى على المسؤولين. المسؤولين لا يريدون انتخابات يوم واحد او يوم 2 نوفمبر، يريدون ان يربحون الوقت، يريدون ان يغيروا ان محتاجين الى 15 يوما اكثر. وهو هناك واحد تناقض كبير بين الحكومه الكاتالونيه التي تريد حصر صراحه السكان خلال نهايه الاسبوع، وفي نفس الوقت تريد ان تعطي الضوء الاخضر للانتخابات، وهذا صراحه شيء غير مفهوم ليومنا هذا. طيب اشرف رحيم، من الصعب التاكيد على هذا الموضوع، لان مستقبل ليونيل ميسي سيرتبط جهاد بامرين: الاحاسيس التي سيشعرها هذا الموسم، النتائج التي قد يحققها مع كومان، المشروع الذي ستقدمه للاداره. لكنه قسم ظهر جسد نفسه ففشل، لان دقي ميسي بالاجبار فيها لونين الازرق والاحمر. وعلى ما يبدو يعيش احلك لحظات حياته هشام. كما تابعنا في التقرير مساله ميسي وخلافه الكبير مع بارتوميو الى اي مدى ساهمت في وصول الامور الى هنا وساعدت كثيرين من اجل اتخاذ قرار سحب الثقه من هذا الرئيس. في جهه كلامك صحيح، نعرف مكانه ميسي، ميسي الرمز، ميسي اللاعب الذي صراحه بالنسبه اليهم كالمقدس، ولكن نعرف داخل اي منظومه فهناك اخطاء عادي جدا، ولكن للاسف بارتوميو اخطا اكثر في تعاقدات مع 4 مدربين، لكل مدرب له فكره وثقافته، من بعد تنظم اكثر من مدير اداري، تعاقدات لم تعطي المكان منها سواء رياضيا او اداريا، والدليل على ان فشله ادى الى تكليف الخزانه خسائر ماليه قاهره وكثيره جدا. اذا عند تراكم هذه الاخطاء وتراكم كل شيء ليس بالايجابي وهو سلبي، هو من ادى الى هذه المشاكل الكثيره التي فعلا لم تكن في مصلحتي ولا في مصلحة الفريق. إذا مرة تخيب ومرة تصيب في اتخاذ قرارات، وهذا شيء عادي في أي منظومة كما قلت من قبل، ولكن للأسف فهو أخطأ أكثر في كل قراراته التي أدت به إلى لهذه الجهة الآن. طيب خلافه مع ميسي، حتى نضيء على أهم النقاط، خلافه مع ميسي بدأ عند المطالبة بإعادة نيمار إلى صفوف برشلونة، وقد خرج بطريقة اعتبرتها جماهير النادي أنها مهينة. كان الخطأ بطلب إعادته مرة أخرى، ومع ذلك حاولت إدارة بارتوميو بإعادة نيمار لكنها فشلت بسبب المطالب المادية. إذا في ماذا أخطأت إدارة بارتوميو مع ليونيل ميسي؟ ليونيل ميسي انا لست متفقا بانه هو كل شيء في النادي، دائما يبقى النادي فوق كل لاعب، لان قبله مر رونالدينيو، مر هذا الاساس في النادي ليس كذلك. انا سأقول لك رايي الشخصي والمتواضع ايضا، فدائما يبقى النادي فوق كل رموز اللاعبين، لان قبل ميسي ما مروا لاعبين، مارادونا، رونالدينيو واخرين، الا نعرف بان ميسي عندما يتكلم بحرقه ويعرف بانه ليس في نادي عادي، نادي كبير، نادي يريد ان ينتصر في المقابلات كلها، يريد ان يفوز بدوري الابطال، وهذه مهمه جدا، وهو يعرف ويحتاج الى المساعده والمسانده كرويا وفنيا. اذا عندما طلب لاعبين مميزين داخل المنظومة الكروية المهمة داخل برشلونة، فدائما لم يجد المساندة إداريا، وهذا ما كما قلت تراكم عدم الثقة بينه وبين
بين الرئيس في الامور الشخصيه اللي بينه وبين الرئيس والمنظومه الكوريه الجماعيه مع الرئيس الذي لم يلبي ولا يوم ولم يمشي داخل المنظومه او متطلبات رمز من رموز الكره. وهو عرف ميسي بان السنوات قبل كان ادت صراحة. لماذا لا يجرؤ احد على الخروج ليقول انه مستوى تراجع؟ هو انا قلت لك الدائم والدليل على عندما جاء كومان كان واضحا معه. لماذا كومان انضم ويتحمل مسؤول؟ انا كنت اسمع كثيرا ميسي ولكن اقول اعيد تكرارها كيف ما كان ميسي فالفريق فوق كل شيء. ايش هي التي تحكم على مسيره مدرب او مسيره لاعبين؟ او انا اقول اليوم برشلونه في تغيير خرج من حقبه وهو في استعداد لحقبه جديده وهذا يجب ولا تراجع المستوى المنطقي ولا تغيير جذري مثلا التغيير هو في بدايه لا 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 ننتظر كل شيء من برشلونه والتغيير بين الليل وبين يوم وضحى. لا هناك عمل كبير يقوم به كومان ولكن الان هو في زرع فكر زرع كره ستايل ولكن مع الايام سنرى ماذا سيمكن ان يجني الا لهذه الفرق فلا جماهيريا يمكن ان تغير يمكن ان ولكن فلسفه نادي يريد دائما الانتصار ويريد دائما الالقاب وهذا هو ما يعذب اي مدرب واي لاعب كيفما كان نوعه داخل هذه الفرق الكبيره كريال مدريد كبرشلونه. ولكن سنه الحياه دائما تقول انا بحكم المكان ديالي في اسبانيا اعرف دائما هناك تقلبات وهناك تغيير وهناك دائما فرق مره تكون برشلونه فوق مره تكون ريال مدريد تحت والعكس صحيح ويمكن ان توازي دائما الايام وتغيير اسامي يمكن تغير اسامي اللاعبين ولكن الفرق لا تتغير ابدا لا منهجيه ولا فلسفه. جوان لابورتا كما تعلم خرج ب كلما تعطل في اتخاذ القرار هناك تخبطات المعارضه تحركت والاعلام يصب الان على فريق كبير ومحترم وعنده متتابعين في العالم باسره ولكن عندما يكون الامر عند الرئيس وهو يبحث عن شخصه او عن منظومته وينسى المنظومه الكرويه او منظومه برشلونه ويبحث على مصلحته الخاصه على المصلحه العامه فهذا يؤدي سلبا صراحه وليس طيبا في حق فريق كبير كبرشلونه وهذا هو الذي الان نريد المعارضه من جهه الرئيس ومعاونيه من جهه واللاعبين من جهه اخرى وهناك تخبط في اتخاذ القرارات وعندما تمشي الامور الى المحاكم وهذا صراحه ليس ابدا طيبا في حق كل من يتبع الفريق العربي. البعض راها من زاويه ايجابيه لان هناك محاسبه للفاسد في فريق برشلونه. وهذا حاجه طبيعيه لا مكان للمفسدين ولا مكان لاناس صراحه لانهم يعرفون قيمه الفريق ويعرفون بان لا يمكن ان نعطي ثقه او المسؤول مسؤوليه فريق برشلونه الى اي انسان عادي لا بالعكس هما دائما يفضلون ويبحثون عن الافضل لان الفريق يحتاج الى اناس ذو كفاءه عاليه ليمكن تقييم هذا الفريق واعاده بهجه هذا الفريق الى 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 الاوج. طيب كمتابع لكره القدم هل انت مع سحب الثقه الان من بارتوميو ام انتظار الانتخابات القادمه وهي في سبتمبر في مارس القادم ليست بعيده يعني؟ وهو صراحة من العيب والعار دائما الفرق الكبيرة تحتاج إلى التأني إلى وهذا هذه الأمور عاشتها برشلونة قبل مع نونيز مع لابورتا وكلما مشت الأمور ضد التيار فدائما أن يخرج من هذا المأزق بطريقه بطريقه اخرى هو قال هي طريقه لكسب الوقت يعني لكن هو لا يريد ان يرحل بهذه الطريقه والدليل على ان تعطل لو 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 اراد الدين والمطالبات سحب الثقه هي التي اربكت الاداره وله غير مفهوم وتكلمت عليه قبل فانت كيف يمكنك ان تحصر الناس داخل منازلهم وفي نفس الوقت تعطي الضوء الاخضر
للتصويت وانتخابات وانا، فهو خائف من هذا عندما يكون التصويت بهذه الطريقه في هذا الوقت الحساس يوم 1-2 نوفمبر. لهذا هو يقول ويعيد تكرار انا لست مستعدا الان، فيطلب 15 يوما اكثر لتعطيل او لاتخاذ هذا القرار. فبصراحه الامور متناقضه وغير مفهومه في حد ذاتها بين الحكومه الكاتالونيه وبين الاداره وبين اداره بارتوميو. واحد من اكبر التحديات التي واجهت اداره بارتوميو هي مساله بقاء ميسي من رحيله، ملف قضيه ميسي بشكل عام. بقاء ميسي في النادي الا يعتبر نجاح لهذه الاداره؟ حتى الان انا لو سالتني نقول لك صراحه شخصيا، اذا ميسي انا كان يريد ان يرحل عن النادي كان من الاحسن ان يرحل. لا، بعض المرات نرى العكس، لان لو كان رحيله كان يمكن ان يفيد. يعني انت مع انه الاداره تسمح له بالرحيل؟ لانه لا يريدك ان لا يريد ان يتعامل معك، وهذا غريب في امره. اذا بقي ميسي، ونحن نعرف ميسي في اخر ايامه مع الفريق، والثقه محتجبه بينه وبين الاداره. الجمهور هل كان سيفهم هذه المساله؟ لا، الجمهور لا. نحن نعلم بان الجمهور ايموشنال، يعيش باحاسيسه، وكما قلت دائما ميسي رمز لا نتناقش في داخل النادي. ولكن ميسي وفي اخر ايامه لا يريد ان يبقى معك، لهذا السبب فنحن نرى، لان تغيير جد الفريق للاسف بارتوميو ليس محظوظا، ولم يكن محظوظا من بدايه المشاكل. وتنهزم يمكن ان تقبل، ولكن عندما تنهزم امام ريال مدريد كان سببا سلبيا ايضا في المقابله. عندما تصيب او تخيب كومان يمكن تاخذ قرارات، دائما اقول يمكن تخيب او تصيب، ولكن لا اقول اخطا، بل المقابله لم تمشي بالطريقه الذي هو أوجد الفريق أو تخيل سيناريو المقابلة. وكان ذكي جدا زيدان في انتصار، لأن لا المنظومة لا التغييرات كانت مناسبة وفي وقتها وعطت كلا، وهذا كان العكس بالنسبة لكومان الذي لم يسوي أمور بالطريقة التي اعتمد عليها، أو فعلا اخطا في تغيير في الوقت المناسب. وهذا الذي داخل المنظومه، لماذا لا نستثني دائما ميسي؟ ميسي اوكي لاعب كبير، بعض المرات احنا نتكلم المدربين من عين العين التي لا ترى، فنحن لا نرى الكره بعض المرات ونبحث عن لاعب بدون كره، هل يعمل؟ هل يرجع؟ هل يسترجع الكره؟ هل يفيد؟ هل الفريق عندما يروح بسرعه الامام، هل كان موجود ميسي او الوقت اللي نحتاج ميسي كان في المكان المناسب؟ فاذا اذا اذا درست المكان ميسي بعض المرات يكون ثقلا على الفريق ولا يساعد الفريق، بالعكس يكون. هذه نقطة مهمة يجب ان نعود للحديث عنها. على العموم، خسارة برشلونة امام ريال مدريد خلفت العديد. نجد فوق الميدان فرحة عارمة لتشكيلة سجلت عودة قوية بعد خسارتين متتاليتين، وجوه شاحبة لم تستوعب ما حدث. وذكرت الصحيفة أن زيدان معنويات ارتفعت في العاصمة الإسبانية البارسا رونالد كومان، مشيرة إلى أن قرارات بعد هذه المباراة إذا اتبعت الرابطة الإسبانية القانون سيتم إيقاف كومان لثلاثي عشرة شهر إذا اتبعت القانون، هذه العقوبة المغلقة. لكن ماذا أو كيف سيكون شكل العقوبة التي قد تفرض على كومان وهو مدرب برشلونة؟ لا تنبنه، اوكي هناك قوانين وهناك بنود، هذه صراحة لا نتناقش عليها، لأن لا يمكنه انتقاد التحكيم خط أحمر. لا فعلا هما ليس بخط أحمر، لا يمكن أن نعرف بأن بعد المقابلة فعندما تنهزم فهناك شرط عليها الحكم، لأن إذا لاحظنا جر راموس كان يمكن يمشي اليمين، هو راح الورا، فكان هناك كان يمكن يتغطى عليه. وقعت هذه الحادثة هشام في منتصف الملعب، ألم تكن لتكون خطأ يستوجب الانذار؟ لا وكاين يس، بات ضربة جزاء كانت قاسية صراحة. يعني القانون يقول انه في حالة الشد من قبل اللاعبين لا يكتسب شيء، لكن اذا كان هناك شد من لاعب واحد. اوكي، ولكن حتى في اللاعب هما الاثنين بعد ما انا الى راح حتى الشد عندما شد كان الامام
والراموس راح للوراء، لم يكن هناك تمثيل، ولكن في حد ذاته كان يمكن تجاوز ضربة جزاء. أنا سمعت لبعض الحكام الإسبانيين وكان كل القرار صائب لهذه النقطة هذه. فعامة الحكم هو جزء لا يتجزأ من المنظومة، وقراره يجب أن يحترم. عندما تقيد حكما أو فتؤدي الثمن هذا، هناك رسوم، هناك دائرة إلى غيره. لأن برشلونة كانت تتمنى نفسها لا تخرج منهزما بهذه الطريقة، والدليل على أن ضربة الجزاء جات في وقت حساس الذي قلبت الموازين. الوقت اللي كان برشلونة كان أحسن، فضربة الجزاء أرجعته إلى الوراء. إذا كما قلت لك، فالحكم هو صاحب القرار الأول والآخر. برأيك برشلونة يعيش أزمة على صعيد النتائج أم ما زال من المبكر؟ لا مبكرا، هنا لازم أن أعرف الشيء، لأن ماذا يريد برشلونة هذا الموسم؟ لأن هناك أمرين مختلفين. إذا تريد أن تفوز بالدوري فأنت تحتاج لاعبين كرام، محاربين ذو تجربة وإلى غير ذلك. ولكن إذا كنت تغير جلدك وتبني لمستقبلك فأنت تحتاج إلى وقت. هذه أمور لا نتناقش عليها كروية. وأنت برأيك ما الذي يبحث عنه برشلونة؟ تغيير الجلد ولا لا لا المستقبل أم البحث عن نتائج سريعة؟ لا لا لا، هو لا يمكن أن تبحث على الفرق الكبيرة. أنا هذا هو اللي قلت لك، لأن برشلونة بالضبط. إذا كيف تريد النتائج السريعة وأنت تغير أكثر لاعبين؟ دليل على أن في الكلاسيكو لاعبين صغار السن أول مرة في تاريخ برشلونة، أقل من 17 سنة، ديست على اليمين، فاتي ورودري، لاعبين محتاجين وقت للتأقلم داخل المنظومة، لاعبين ممتازين ولكن محتاجين خبرة. والعكس صحيح، ريال مدريد يلعب المحاربين القدامى، لاعبين اكبر سنا، بدا يغير لاعبين ولكن بطريقه مختلفه. نحن نعلم ان داخل المنظومه الكرويه لغه وكره، فاذا اردت ان تغير جلدك فلا يمكن ان تبحث عن النتائج في حين، يعني محتاج الى وقت. انا قلت بان بما انه فريق كبير يمكن تغير جلدك، ولكن الجمهور لا يريد، الجمهور دائما يريد النتيجه، واكثر من هذا فريق برشلونة يريد النتيجه والاقناع لاعبا. فالامور ليست بالسهل، لا يمكن ان نحكم على برشلونة الان، يلزم علينا الحكم عليه، لانك دائما نراه كفريق كبير، فريق بطولات وفريق عريق، ولكن لا ننسى ابدا فهو غير كثيرا من اللاعبين. نرى حتى بوسكيتس كان يلعب منظومة 4-3-3، وبوسكيتس هو الوحيد الذي يحرك الفريق الآخر. لاحظنا بوسكيتس كان عبئاً على الفريق، الفريق لا يدور حوله لأنه تعب، لأن هناك عياء، وهذا عادة. ولعب باثنين لاعبين، أنا قلت لك ليش لعب بلاعبين داخل المحور لمساعدة لاعب ذو خبرة ولكن كبير السن، ووجد أمامه لاعب صغير السن وممتاز. إذا كل هذه المنظومة محتاجة الوقت لتعطي أكلها. غريزمان إلى أين يسير مع هذا الفريق؟ والله إنه ناوي والله غريزمان ما عرفت هذا اللاعب، يعني بعد سرب أخبار على أن هذا اللاعب لن ينجح لان ميسي لا يرغب فيه في الفريق. لا استيخو قادر التقرير اذا كما تقول ضايق مع داخل المنظومة للاسف، لان اذا رجعنا تاريخيا لاودرو ما كان اعطى في ايطاليا واعطى مكانه في برشلونه ومدريد، مارادونا لم يعطي في برشلونه اكثر وكان رمز في ايطاليا. بعض المرات اتخاذ القرارات لتغيير من مكان الى مكان او من فريق الى فريق، وهذا سبب كان الاحسن، لان المنظومه بلاتيكو مدريد وكان يلعب في مكان ومن وراء المهاجم والمنظومه مبنيه عليه، فكان كان كان مميز، ومع فريق مع المنتخب الفرنسي دائما احسن. فعندما جاء الى برشلونه المنظومه غير، يعني رحل كوتينيو ولم يفرض نفسه اساسي، رحل سواريز ولم يفرض نفسه اساسي، الان عاد ديمبلي وانسو فاتي يقدم مستويات كبيره، متى سيعود؟ لا نص صعب ان يعود. ما كان بشي كريس بلوك، الا كان صراحه هذا اللاعب ما دخل لا منظومة معكم ولا مع المدربين، فالاحسن من هو تغيير الجو في اقرب وقت، لان بحال اللي قلت اللاعب ما عرفش وين، لان لا مكانه ولا تحركاته، وهذا صراحه
صعب، الا بعض المرات هناك تيكون تعطيل اللاعبين يدخل من دورة لان محتاج الى وقت تاقلم، وهذا ما نراه مع مثلا ريال مدريد عندما تعاقد مع البلجيكي لاحظتي راه تقريبا نفس التعليل، ولكن بعض المرات اللاعب يحتاج الى وقت لتاقلم، ولكن اخذ وقته صراحه غريزمان، ولكن ليس له لا مكان لا في المنظومه الكرويه. وكومان عندما يعتمد على لاعب صغير السن 17 سنه ويجعل غريزمان في دكه البدلاء، لماذا برايك كومان تراجع عن قراره بالاعتماد على غريزمان كاساسي في الفريق؟ لان لم يعطي اكله، لا يثق في امكانته داخل المنظومه داخل فكر كومان، كان واضحا. أنا من الصعب أن تخلي لاعب مميز ولاعب عنده خبرة في دكة البدلاء، إذا عندما لا تدخل في المنظومة الأولى تعطيه فهو يعتمد على الجاهزين فكرا وكرة التي تعتمد على فكر كومان، لا نقلل من قيمة غريزمان، ولكن دائما المدرب يبحث عن اللاعبين الذين يدخلون داخل منظومته. طيب بكل صراحة. طيب ينضم إلينا في هذه اللحظات بابلو، إذن هناك في مدريد، كنا نتحدث عن فريق برشلونة على الصعيد الفني، ما يحدث الآن ضمن النادي هل يمكن أن يؤثر على الفريق قبل مواجهة اليوفي في دوري أبطال أوروبا؟ صحيح يا جهاد، لأن تعرف داخل أي منظومة، المنظومة الإدارية، المنظومة الفنية، تجمع لاعبين، إدارة، والكل يعرف ما يقع، عندما لا يكون هدوء ويكون ضجيج حولك فأنت تعلم بأن لا تعمل في ارتياح أو بارتياح، دائما أنت تنتظر هل الإدارة سترحل، من سيأتي، وهذا تريد أو لا تريد فهو يؤثر سلبا. نعرف من اللاعبين المحترفين لاعبين في أعلى مستوى، ولكن ليس هناك ارتياح بعيدة، فالفريق انهزم أمام اليوفي، فكل شيء ممكن. فإذا هذه الأمور لا تعطيك أمور إيجابية، بالعكس تؤديك، وعندما يكون نقاط سلبية كثيرة وتتراكم فهو ليس هناك ارتياح من جميع النواحي سواء إداري أو فنيا، هذه حاجة لا نتناقش معك. قالي هشام مارسيلو حسنا، أنا أعتقد أن برشلونة يعيش أزمة مؤسسية لم نعرفها من قبل ولم نراها من قبل. هذا يحمل دلالة كبيرة جدا، لو كان لاعب متأقلم مع فريق برشلونة، أنا لا أتحدث عن مهاراته وقدراته، ولكن عن حكومة كاتالونيا ترفض هذا الاقتراح، ولكن على أي حال ربما موقف الحكومة الكاتالونية مسألة كركبة، عندك تعليق على لا والله اخي الراجل تسمع له بتمعين، لان مهم جدا هذا غريزمان، لان اذا كان يتكلم على 5 دقائق باين بالسؤال دقيقه، فاحنا في كره القدم نعرف بان لاعب كره القدم خلال 90 دقيقه يلمس كره دقيقتين دقيقه فاصله كذا، اذا في 90 دقيقه يلمس دقيقه ولا دقيقتين، اذا في 5 دقائق ايش هو المشكلة؟ أن حبيب بدأ يعدله من الثانية الأولى، هذا هو اللي كثير نعرف بأن اللاعبين ديال الأمام يركضون تقريبا 12 كيلومتر، إذا إلا في 15 دقيقة ما تمشى ولا متر. للأسف غريزمان ما نريد أن يكون صراحة بين برشلونة، لأن لاعب صراحة محترم ونتمنى له صراحة الخير، لأن هذا يمكن أن يقع داخل أي منظومة، لاعب يمكن يكون عنده اسم ولاعب لا ننقص من قيمته الكرويه، ولكن صراحه لم يتاقلم مع منظومه برشلونه، والدليل كما قال الاخ الراجل ان كيف يمكن ان تلعب بلاعبين صغار السن وتجلس انت لاعب كبير ويلعب في منتخب كبير ولا يلعب، هذه ضربه كبيره كبيره تريد او لا تريد من ضربه قاضيه بسيشيكال. احيانا يجب على المدرب كذلك ان يتحلى بالذكاء في كيفيه التعامل مع مثل هذه المشكلات، اليس كذلك؟ يعني كان ممكن يشرك مثلا غريزمان في البداية أو يشركه من بداية الشوط الثاني مثلا، هذا إذا ما أراد تحفيزه، لكن ما يحدث الآن مع غريزمان هو تكسير لهذا اللاعب ليس تحفيز. أنا معك تكسير دايركت، لأن كل لاعب ولا كل مسؤول وكل مدرب له ثقافته وفكره في طريقة تعامله مع المقابلة أو مع لاعبين ما، ف بالنسبة لهذه الطريقة فأمور واضحة وضوح الشمس، لأن من غرابة الأمور تلعب بلاعبين صغار السن يقصون خبرة في مقابلة كبيرة في كلاسيكو كبير وليست لهم خبرة، وأنت تعلم جيدا بأن أصحاب الخبرة في الدكة وتعتمد على لاعبين صغار ولا تعتمد على أصحاب الخبرة، فالرسالة واضحة.
فكان واضح انا لست من الفكر ديال كومان، ولكن هو يتحمل صراحه قراراته، هو المدرب الذكي صراحه بعض المرات نجلس له لكي نخرج منه الايجابي، وكان العكس الان السلبي، انه يخرج كل لاعب من المنظومه لا يركض لا يلعب ولا يلمس ولا كره خلال 5 دقائق. هذه مفاجاه اول مره. 15 دقيقه صحيح، ونزل في الدقيقه الثانيه والثمانين وخمس دقائق وقت بدل ضائع ايضا في الدقيقه 95 انتهت. دقيقه ولا كيف اخي، لا 5 دقائق لم اراه ابدا فني اتحدث، وانما على صعيد اداره زملائه في الفريق، وهو احد اللاعبين القدامى احد اعمده هذا الفريق، يجب ان يكون موقفه ايجابي اكثر. دائما يجب ان القائد الفريق يكون يجب ان يكون ايجابيا وليس سلبيا. انا من الامور التي لا احبها في قائد فريق ان ينتقد ادارته وهو لا زال يلعب داخل الفريق، فكيف يمكن ان تنتقد سلبيا اداره النادي؟ امور اداريه تتبقى دائما للاداره، والامور الفنيه تبقى للفني. ف بيكيت هو في اخر ايامه، واقولها واعيد تكرارها، لا يجب ان تنتقد ادارتك وانت تعمل تحت لوائها صراحه. هذا من الامور، يجب ان يتمتع اللاعب بامور فنيه ويتكلم كل ما هو فني، اما كل ما هو اداري فيبقى للاداره فقط. طيب اتحول الان الى مدينه برشلونه. الى اين تذهب الامور؟ هي هذا سؤال صعب. مسألة إلى أين يمكن أن تصل؟ كيف يمكن أن يتأثر برشلونة؟ برشا تأثر كثيرا دائما عندما بدأت هذه المشاكل من قبل، سواء لاسمه أو لسمعته، سواء مع ميسي أو لاسم كفريق عريق وكبير. تأخر كما قلت تأخر كثيرا، وننتظر دائما ماذا سيقع وماذا سيقع، وكلما تعطل فقلت لك يساء إلى 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 النادي كقيمته صراحة. وهذا كما قلت قبل، لا بد أن يتخذ قرارا سريعا في حق هذا النادي. كان يجب أن يرحل منذ 2017. هشام جدران المحلل الفني بقنوات بين سبورت، شكرا جزيلا لك هشام. الشرف لنا. شكرا جزيلا. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا واياكم الى نهايه هذه التغطيه الخاصه، شكرا لكم على حسن المتابعه، دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.